كنت عايشة لبس بي ما بين ليلة ونهار. أنا اللي ما عنديش وما كانش يوقف معايا تقول يوقف معايا ويعاون، ولا يوقف معايا حلي الباب ما كانش عايشة ضغط. قلت لك ضغط ضغط رهيب، تليفون كل ماشي نطيح، تليفون كل ماشي نطيح، نبكي كيفاش نزيد نولي نخمل ونروح بثلاثة ونروح بيهم ونديهم ونديهم. أنا طالب تاعي يا بنتي السطرة، دار نتستر فيها مع وليداتي، دار نتستر فيها مع وليداتي. يا ماما ماما تبكي يساعد حتى هي راكدة بالدموع في عينيها، إن شاء الله ناس يعاونونا إن شاء الله. هذا اللي عاوني الله يجازيه والله يعطيه ما يتمنى، والله يستر دنيا واخره كيما نقولوها احنا، والله يشربوا من ما تاع الجنه كيما استر لي وليداتي. وان شاء الله يا ربي هذا اللي يفرح لي وليداتي الله يجازيه، الله يجازيه. تعرفي يا اختي ملي نرقد تشوفيني في يدي ربي، لخاطر كنت في ضغط كبير يعلم به ربي هو سلكني، والله هذا وين بديت نرقد وارتحت، الله يعطيه ما يتمنى. مشاهدين الكرام، اليوم جيناكم يعني فرحة جديدة. الفرحة هي أنه رانا متواجدين في بيت السيدة مريم اللي كانت جست معنا من قبل في زير توب وشفتوها، كانت تعاني من الحالة. الحمد لله يا ربي افتح عليها ربي البيبان، وناس الخير يعني لباو النداء، كاين ناس الخير لباو النداء، واليوم رانا عندها في دار جديده، في دارها جديده. هكذا سيدي الحمد لله، الحمد لله، مرحبا بكم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، والله العظيم هذا وانتهنيت، والله يجازي ويعطيه ما يتمنى اللي فرح لي وليداتي وستر لي وليداتي. الحمد لله يا ربي راني في نعمه الحمد لله، هذا ما كان الحمد لله، راني نستحمد في ربي الليل مع النهار الحمد لله. يعني اليوم في دارك كيف دارك جديدة الحمد لله، لكن يعني عندك طلبات يعني مازال مالغري كسكنتي وكل شيء، لكن بشكل جزئي يعني تم الكراء بشكل جزئي، يعني ما هيش مدة طويلة. عندك يعني طلب أخر يعني نداء؟ حبيت الناس تعاوني في حوايج تاع الدار، في خصني فرن ودار باردة، خصوني صوالح للدار، فراشات، أمور، مازالوا خصوني حوايج لوليداتي للدار، سخطو درك البرد والله الدار باردة ما عنديش فرنو، هذا ما نطلب الحمد لله. قبل قليل كنت تقول لنا يعني عندك انت بالنسبة للعمل يعني ما تقدريش تخرجي تخدمي برا باسكو عندك الابنة تاعك مريض صح؟ راكي حابة يعني تعملي مشروع، يعني تقدري تقولي للمشاهد وشنو هو المشروع تاعك وش من الميدان يعني راكي متمكنة فيه؟ حبيت ندير حلوة هكا في الدار، نطيب في الدار، طبخ هكا في الدار، حبيت نخدم في داري كيما نقولوا نخدم لي كوموند، هذا السؤال حبيت في داري للسطرة. يعني انتي تعرفي عندك مالفا ديري داري هاك حلوة، هاك حلوة سامبل، بقلاوة، خبز فطير، خبز خمير، ماكلة، هذا وش نقدر. كوموند كبيرة للأعراس ولا؟ لي كوموند للأعراس، هاكا نطيب الحوانات، لا قيسي، حبيت نخدم في داري، لي عاوني هاكا بصوالح لي نطيب في داري، خصوني شي صوالح للدار، هذا ما كان. والله يا أختي دوكا واش نقولك، أنا خلصت هنا 6 شهور، سما من بعد 6 شهور نزيد نولي نخمم على 6 شهور. وشنو عندي فرق كبير كبير، هذا اللي عاوني الله يجازيه والله يعطيه ما يتمنى، والله يستر الدنيا واخره كيما نقولوها احنا، والله يشربوا من ما تاع الجنه كيما استر لي وليداتي. وشي راني فرق كبير ما بين وين كنت
وين هنا راني في راحة كبيرة الحمد لله يا ربي الحمد لله. هذا ما نقدر نقول، الله يجازيه هذا اللي عاوني والله يسترو والله يفرحو، هذا ما نقدر نقول. يعني هو قدر يخلص جزء من الكلى مدة 6 شهور. ست شهور ثم درك يا نزيد نخلص يا نخرج، أنا ومالي ندار هكا متفاهمين، يا نزيدهم 6 شهور يا نخرج. هما كي شرطوا عليا كي دخلت هنا قالوا لي زيدين عام نغلق لاصوم كل عام باش ندير معاهم كونترا، أنا ما كملتش عام ما عنديش، أنا وفرت. هذا واش كان لكاين الناس الخير اللي يعاونوني ويكفوا معايا ويحلوا عليا هذا الباب ماذا بيا، والله يجازيهم. هذا ما نقول ان شاء الله يا ربي اللي يعاونني في ميزان حسناته، وهذا ما نقول. طلبوا من يعني من المشاهدين وناس الخير يعاونوا السيده يزيدوا يعاونوا السيده مريم باش تكمل الجزء الثاني من الكراء، وان شاء الله تستر هي والاولاد تاعها وتكون مهنيه، ومهم حتى الاولاد بالنسبه لهم يعني المدرسه قريبه لهنا ما تبقاش يعني ترحل من مكان الى مكان اخر، ان شاء الله يلبوا نداء ويكملوا لك الجزء اللي بقى من الكراء. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.